ما الرميسانيسا إني دد آمن سيهين إن مقع الشيخ لقو قاري كرة درجة إيا مقام أن لقو قاري كرين مقع إلهي فالدقيسو هذا كان سوى صعدة وحاجري من شيخه شيخ سلمان لورنجي مركا وحو أحا من ولي السماوات كوريتي وانا قاضة هي مركا سوحيرا يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان واسعنا يا مركا بس كتريد ولاد تلميذ كيس أها وخادم كيس أها مريد كيسنا أها أي أمير الشيخ أنا كراعا هذا والله في القلب بغتي من راعي كلمة يوم يا شيخ ما يا شيخ هو كراعا هي هذا كبر يمي وحد يا شيخ يا الله خطي سيني يا حنان يا حنان ما كان إلى هون بقاقه يا سلمان يا سلمان يا سلمان يا إلى صوت الله مركز فيه يا سلمان يا سلمان يا سلمان مركز صوت الله مركو هموذا كور مرحب يا إبليس تبني من دير وروا جاري واقف سير سو مغل ما يسجوا حلولي يا ذيك الشيخة يا حنان يا حنان قولي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أدقوا لو أحد كنت أواقع إسا أحسن اسم كيسا ما سجد عابد إسا ورواق قال ولي مقعاده يا حنان أدقنا إراء يا حنان اللي يرحزون دمعي مكان صفر بس فاحب تشير سويتي تجيب من يوتيوب ماشي على اسكتي مركو سوى الله أبتاه وحييه ويقيه إذا وحي الشيخ هذيك مقعاده وكده ولحي مقع إلهي لو كده ولواي حيب مقعاده مقع إلهي عارف ما كده هو عارف بالله أهو إلهي قال أي قبول أدقوا عارف بالله ما أظن أحيان لكن واحد تقاني عارف بالله لا تقاني أنا قد تقاني كي قد قبول كرتين أساقي إذا لقى قفسي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قصيدان أوداتك الشيخي وحيري نلا يرادو الشيخ سلمان ودولي تشيري أيا أرضي يسوحو كيري الشيخ وحن ربا إنان كل الدوله الشيخ وحيري ما الدولي كرتيد وحيري الشيخ وإنان كل راعان ربا كل الدوله الشيخ وحيري هداد ربتدنا إرها عديد أنو مقع إلهي بان كل دولة يا حنان بان كل دولة أدوغونا قبصو مقع إيقا يا سلمان سيدا ساس كل الدولي كرتاي سيدي بو الشيخ كل دولي يا حنان يا حنان يا حنان بو كل دولي أرضي يا سلمان يا سلمان يا سلمان بكل دولة وحكرا دردار من شيخه يان لغو تشويشين أو أن سيدا أن كوشيغ يان لغال ليحين هوا دا مركي قالين أيا أرضي وحوي من شيدان وحوي ورها دواد قالوا دي شيخاني مقعي إلهي أيو قبسنا هيا أدوغونا الشيخ مقعي إساد قبسات ماد إلهي مقعي إسا قبساتي مركز أيو مقعي إلهي بو قبسات وحوي يري يا حنان يا حنان سيدا مركو يروا هالكا كصور دعي مركو صور دعي شيخي صور نقضي أيو يروا شيخو مقعاق وان كد دولي مقع إلهي وان كد دولي وايه سيو حب جران وحوي يري مقع إلهي وحا كد دوله نين عارف بالله عارف بالله وحا لقوضا نين إلهي يقان أدوغونا عارف بالله متيه قصيدا مركا مقصود كالاقالي هي مقصد كالاقالي هي وحوي إن قفك لوغو ييرو ولغا دادعيو إن أعسكده إلهي عدانا هين وكو كرسوناده وتلسارته إن قلبي سلو الضعيفيه إلهي إنو تلسارته وكو كرسوناده إن قلبي سلو الضعيفيه وحو إيشيغ ننقو بشوقه وحير ديارد ayaan saarnayn diyaaradii baan la gargarishay waa la cabsaday dadkii waa cabsadeen qof walba baa wixii cidii ku kalsoonaa ayuu u yeertay dad ilaahay magaciisa ku dhawaaqeen dad awliya u yeerteen dad awoyaalkood baa u yeerteen ilaahay waa nabadbaadiyay markii markaan tagnay baan in rag iyo kamid wax la yidhi hebelow aduun yaad biyaad u yeertay yaad ku dhawaaqaysay markii diyaaraduna la gariirtay wuxuu yiri waxaan damcay inaan iraahdo awow shacab qadir oo inaan ilaahan damcay buu yiri markaasaan waxa xusuustay inaanan weysa qabin markaasaan waxa isaga waashay ilaahu 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 ma isaga waashay buu taas macnaheedu waxa weey qofku markii dhibaato ay ku dhacdo oo dareemo wuxuu u yeertaa cidda uu isleeyahay maanta gargaar baad ka helaysaa degdeg ah qofka marka ilaahay inta ka leexday magaciisii iyo qabsashadiisii iyo ku kalsoonaantiisa ka leexday makhluuq u leexday oo aaminsan haddii magaca ilaahay uu yeerto in gargaarka ka soo daahayo ama uusan gargaar helayn laakiin hadduu u yeerto awliyada shacabdu qaadir u yeerto sheekh heber u yeerto in gargaar degdeg u imaanayo qofka sidaa aaminsan wuxuu hormariyey makhluuq ayuu wuxuu ka saramariyey ilaahay ka saramariyey
arinkaasina waa arin khatar ah oo qofkii gaalnimo gaarsiinaya. Waxay culimada islaamku sheegeen qofka beenta ku dhaaranaya oo magac markuu la yiraahdo ku dhaaro magac ilaahay ku dhaaro la yiraahdo asagoo been sheegaya ku dhaaranaya, laakiin haddii la yiraahdo ku dhaaro magac sheekh hebel ku dhaaro ilaah kuma dhaaran karo, diidahaya ka cabsanaya qofkaas inuu gaalnimo ku dhacay, sababtoo ah makhluuq ayuu ka sare mariyay, ilaahay ka sare mariyay. Qofkanina aaminsan maanta hadduu ilaahay u yeerto inuusan gargaarkii uusan u imaanin ama ka soo daahayo, laakiin markuu makhluuq u yeerto uu gargaar degdega helayo, qofkaasi waa qof ilaah makhluuq ka sare mariyay, ilaahay ka sare mariyay wey. Marka arrinkaasi waa arrin khatara weeye. Bal u fiirso ninkani ardaygiisi wuxuu yidhi aniga igu soo xiran anna ilaahay baan ku xirmaaya. Bal isbarbardhig arrinkaas iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ku lahaa ibnu cabaas, idaa sa'alta fas'al illah wa idaa istacanta fastacin billah, haddaad wax weydiisanaysid oo cid wax weydiisana ilaahay wax weydiiso, haddaad gargaar rabtid ilaahay gargaar ka dalab, ma odhan aniga isoo mar oo marka hore magacayga sheego kadib markaasaad ilaahay u gudbi kartaa, ma odhan ilaahay buu toos ugu xiray. Qur-aanka kitaabka qur-aanka haddii min awal ilaa aakhir la akhriyo laga heli maayo hal aayad oo ilaahay uu ku leeyahay war aniga toosa ay baryanina iisoo mara awliyada iisoo mara ama ambiyada iisoo mara, uu leeyahay soo barya marka horete laga heli maayo. Axaadiista nebiga dhammaanteed haddii la baaro laga heli maayo hal xadiis oo nebiga uu ku leeyahay war ilaahay toosa u baryanina aniga isoo mara marka hore laga heli maayo. Marka sidaa darteed ictiqaadka sidaasi waa ictiqaad khatara weeye. Qofka aaminsan ilaahay inaan toos loo baryi karin in cid loo sii maro maahane, arrinkaasi waa arrin khatara weeye, ha laga digtoonaado. arrintan qisadan waxaa kaloo ku sugan marka uu leeyahay yaan lagu tashwiishin yaan lagu waswaasin, waxa uu ka digahay ma taqaani, waa magac ilaahay la qabsado. Waxa uu tashwiish iyo waswaas ku magacaabaya waa ilaahay magaciisa qabsashadiisa. Marka taasuna waxa weeye waa arrin iyaduna khatara. Masalada saddexaad waxa weeye masalada ku saabsan duulitaanka, hawada lagu duulaayo, xaggeed diinta uga jirtaa? Ma qur-aankaa sheegay? Ma xadiidta nebigaa sheegtay? Ma ummadda culimmada islaamku iyo ijmaacooda sheegay? Nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xataa habeenkii israa micraajka la dheelmiyey ma duuline, waxaa loo keenay daabad la yidhaahdo albaraaq la yidhahdo ayaa loo keenay. Markuu haajiray oo maka ka haajiro madiine u haajiray 480 kilometer taqriiban masaafo ah oon biyo iyo baad midan lahayn oo cabsiya ayuu maray, lugtiisuna ku maray, mana duulin. Sidaas ayay ambiyadii ilaahay iyo culummadii islaamku ahaayeen. Nebi muuse calayhi salaatu alayhi salaam markii uu fircoon ka cararo madyan aaday lama sheegin inuu duulay, soo noqshay uu soo noqday lama sheegin inuu duulay, markii uu khadir aaday oo dalab alcilmiga u baxay lama sheegin inuu duulay, ilaa uu yidhi laqad laqiina min safarina hada nasaba, safarkeenna kana waxaan kala kulannay noog iyo daal baan kala kulannay, ilaa uu daalay. Marka dadkan iska duulduulaya oo hawada iska galahaya diinta xaggee uga taalaa oo waxaan sali iraad kulahayn wey, diinta kulahayn wey. Marka dadka u sheegahaya dhalinyarada yararka iyo dadka caamada ah ictiqaadaadka noocaasoo kaleeta oon diinta sal iyo raad kulahayn, dadka u sheegahaya ilaahay uga cabsaday maalinta qiyaamo, mas-uuliyaddooda ayagaa qaadahaya. raad maleh wadaad yahuud gadaa buumay iyo sheeka bara layla siirada mugaad bara sidaa laga biskoodaahe qadbi diinka nabiga inuu waa boqorkii owliyaade bacdigina abuubaakaraa baraka noo roone oo birima noo qaadhay oo booska roogsaday waadii hijrada loo baxo lagu basaasuubay bacadka ayaa dabacadka iyo caga gubashadii iyo baahidiiyo oonka buurqalaxa fuul dhool galay baqa u dheerayda ilaahay sidii laga bartay uga badbaadeene baryahoodiyaa laga aqbalay barax la-aaneed baryahoodiyaa laga aqbalay barax la-aaneed abid koorma buugana dhulkay boorka tixiyeene baabacada ciisay dhigaan beenu raad maleh bacdigoo dadaa buubay waa sheeka baraleeyay arroy beenta naga jeeyay iyo barbagaankii